كابتن شرف الدين زيدي. كابتن، بعد التحية، احنا بنتكلم عن نجوم كتيرة بتلعب ولعبت في الدوريات الأوروبية، بنضرب بالمثل بلوكا مودريتش لأنه ما زال موجود في الملاعب وبيلعب مع ريال مدريد، أحد أقوى الأندية، يمكن أفضل نادي حاليا على مستوى العالم، بيلعب وهو عنده 37 سنة. السؤال هنا إزاي مودريتش قادر يحافظ على مستواه زي ما بيقول مدربه، وان هو ما يقدر يدي في الملاعب لحد 40 سنة، لحد ما يعني 3 سنين كمان. أول شيء يا سعد، تحية لكم والتحية للعاملين كل برنامج، وتحية لمتابعينك أي مكان، هذه الأولى. ثاني شيء بخصوص أنه لاعب يواصل يتمرن أو يتدرب ويلعب مباريات، هذه ظاهرة كانت معروفة في الأشمل عند الحراس، لكن تقريبين تو في كل المراكز موجودة لعيبة، يعني كمدافعين ولا مهاجمين ولا لاعبين وسط يلعبوا في عمر متقدم. هي كثير الأسباب، من أولها نجم نحكو على الميزات الجينية متاع والوراثية متاع كل لاعب. أولا يعني يقدر كما نحكو مثال الناس اللي تبقى تعيش أكثر من 100 سنة في جينات، كما هنا في جينات وراثية، هيئة الأرضية باش اللاعب هذا يمشي كمل مسيرة بخطى كبيرة وفي نادي كبير وفي دوريات كبيرة. يعني من بين أيضا نقاط نجم نذكر العادات الاجتماعية بما فيهم العادات الغذائية، وقت لي يعني في صغر سنه، يعني كابتن شرف، يعني أنت رأيك في مودريتش بالتحديد، يعني قادر يحافظ على مستواه مع ريال مدريد، وشفنا يعني تألقه خاصة في مباراته مع ضد ليفربول، نتيجة عريضة وكان له دور مؤثر جدا. يعني شوف أنا نقول لك مودريتش مثل، أنا باش نقارنه في كأس العالم، كأس العالم مودريتش كان مرة نازل مرة صاعد، يعني ما كانش مودريتش اللي كنا ننتظره فيه بالصفة اللي كان عليها قبل مع المباراة، يعني قبل كأس العالم مع ريال مدريد، ويؤدي كويس وقادر يبقى يؤدي كويس، وخاصة السيستم في ريال مدريد تقريبا مبني عليه، يعني مبني كل كل نحن المسار نتاع خروج الكرة ولا التحرك مبني عليه، يعني لا عيب بالحق، قادر يواصل حتى سنة 2 3 4 سنوات أخرى في مستوى عالي جدا، يعني واللي هو ما يكونش أقوى من المستوى اللي تلعب فيها نادي ريال مدريد أكيد. هذا تمام. يعني الحقيقة أعتقد من خلال كلامك كابتن شرف، دور المعدين البدنيين والأطباء وفكرة الطب الرياضي أصبح له دور كبير جدا في تألق نجوم كتير أمثال مودريتش وإبراهيموفيتش اللي محافظ على مستواه رغم الإصابات، كريستيانو رونالدو وعديد النجوم. والحقيقة أنا بشكرك طبعا على مداخلتك، وأعتقد يعني بتأكد فكرة أنه الرياضة عمرها بقى أطول دلوقتي في الملاعب الأوروبية. أنا بشكرك طبعا شكرا جزيلا على هذه المداخلة، المعد البدني والمدرب التونسي كابتن شرف الدين زيدي.